دوره أعلن وزير الموارد المائية مهدي الحمداني عن اتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة شح المياه في قضاء سيد دخيل في محافظة ذي قار، مشيرا إلى وجود عراقيل تحول دون إيصال المياه لشاطئ آل إبراهيم. وجهنا كل كوادرنا لاتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة المياه في شط آل إبراهيم، واليوم زيارتنا للاطلاع على واقع الحال والاستماع مباشرة من الأهالي. سمعنا الكثير من الطلبات، وأغلب هذه الطلبات هي حقيقة طلبات واقعية، الهدف منها أنه ننهيهم من معاناة إيصال المياه لأراضيهم حتى يقدرون على الأقل موضوع الزراعة شرب المياه. هناك بعض الخوانق في هذه القناة قد تصل إلى 4 كيلومتر، هناك فرق في المناسيب في نتيجة للتصميم، فهناك أفكار لإعادة التبطين من جديد في هذه المسافات. وعدناهم أنه راح ندرس هذا الموضوع وإيجاد البدائل الكفيلة. واجبنا في ظل موضوع الشحة أن نؤمن المياه إلى أبعد نقطة في هذه